جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة بعثت برسالة مطولة تقول فيها: أنا سيدة عمري 29 عاما من مدينة الرياض، مشكلتي أن هناك صوتا بداخلي، هذا الصوت أسمعه دائما ينهاني عن القيام بأي عبادة، وعندما أصلي أسمعه بداخلي يحدثني بأشياء لا يرضى الله عنها، ودائما يشككني في كل شيء، في ديني وفي عقيدتي، وأصبح الشك في كل شيء يسيطر على حياتي، وأحيانا أسمع في رأسي دويا يكاد يتفجر من إلحاح ذلكم الصوت في أذني وفي رأسي، حتى إنني أصبحت أصرخ في يوم من الأيام وأقول: كفاية كفاية. إنني في وقت الصلاة أحس أيضا بذلكم الإحساس، والآن أكره تماما سماع هذا الصوت، مع العلم أنني أن أديت فريضة الحج هذا العام وأديت النسك، ولكن طيلة أداء النسك لم يهدأ هذا الصوت في رأسي أبدا أبدا، وأصبحت أخشى الجلوس بمفردي في أي مكان، لأنني كنت أدعو الله وأتضرع إليه بالدعاء في يوم من الأيام وأنا بمفردي، ووجدت أن جسدي ينتفض ويرتعد وكأن هناك من يسيطر علي. أرجو تفسيرا لذلك، مع العلم أنني علمت أن هناك سورا من القرآن الكريم تقرأ: ويضع الإنسان يده في الماء، وبعد الانتهاء من القراءة يشرب هذا الماء كعلاج لهذه الحالة، مع العلم أنني أيضا لا أترك الصلاة ولا الصيام، ودائما أقرأ القرآن بالليل والنهار من المصحف، وأحب دائما أن أذكر الله وأسبح وأحمد الله وأهلل. أرجو إفادتي بالعلاج الشافي لمثل هذه الحالة حتى لا تعود لي أبدا إن شاء الله تعالى، وأسألكم عن حجي الذي أديته وحالتي ما ذكرت، جزاكم الله خيرا. الذي يظهر من سؤال هذه المرأة أنها مصابة بمس من الشيطان، وأن هذا الذي تسمعه أو هذه الأحاسيس التي تحس بها كلها من الشيطان، فعليها أن لا تلتفت لهذه الأمور ولا تهتم بها، وأن ترفضها رفضا تاما، وأن تقبل على عبادتها وصلاتها ذكر الله عز وجل، وسيذهب عنها ذلك إن شاء الله. والعلاج والحمد لله ميسر، علاج بالقرآن والرقية، لأن تقرأ على نفسها وأن تلازم الأوراد الشرعية في الصباح والمساء وعند النوم، لأن تقرأ آية الكرسي وتقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين، وأن تكرر ذلك في الصباح والمساء وعند النوم، وأن تقرأ سورة الفاتحة على نفسها لأنها رقية عظيمة، بل هي الرقية الشافية بإذن الله. تقرأ سورة الفاتحة وتنفث على جسمها وما تستطيع من جسمها، وتقرأ الإخلاص والمعوذتين وما تيسر من القرآن، وتكثر من ذلك، ولو قرأت في ماء وشربته فهذا أيضا من الرقية الشرعية. وإذا رقاها أيضا أحد من أهل العلم من أقاربها ومحارمها، أو حتى لو لم يكونوا من محارمها، مع تسترها ومع أخذ الاحتياط من الفتنة، لا بأس بذلك، وهو من العلاج العظيم الذي ينفع الله تعالى به. وعليها بالإكثار من ذكر الله عز وجل كما ذكرت، فتستمر على ذكر الله وتلاوة القرآن. ولو مثلا قدر أن تعرض نفسها على طبيب نفساني، ربما يكون هناك علاج أيضا، علاج طبي تستفيد منه، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا وأنزل له شفاء. ولا بأس بالتداوي بالمباح والأدوية المباحة، فقد يكون عندها شيء من الأمراض الجسمية التي تؤثر عليها، ما يسمى بالمرض العصبي، ويكون للأطباء في ذلك وجهة نظر مباحة. الحمد لله، هذا مما أباحه الله.